اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده يوم السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا اسئله كتير في المطبخ، بنتابع الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي، الكبسه بتتعمل ازاي؟ بنروح نعمل عمره، بتزور الاراضي المقدسه، بنزور الشعب السعودي، توحيه كبيره من التلفزيون المصري لكل الشعوب العربيه. الكبسه اكله خليجيه عربيه، تعالوا شوفوا نعملها النهارده مع بعض ازاي بتفاصيل المغازي والتركايه اللي تخليك تاكلي الكبسه كانك بتاكليها في الخليج بالطعم الخليجي. توابل الكبسه هي عنوان الكبسه. ايه الفزوره دي يا عم الشيف؟ عندنا اللومي، عندنا الورق اللورو، عندنا الحبان اللي هو الهيل، عندنا كمان القرفه اللي هي الدرسين، وعندنا القرنفل اللي هو المسمار. دي المسميات بتاعته عند العطار عندنا في وسط البلد وعند العطار في الخليج. معانا النهارده عدل الكبسه، سلطه مشهوره جدا اسمها سلطه الدجوس، برضو بتتسال على السوشيال ميديا ايه هي. هي سلطه طماطم بالكزبره، عصير ليمون، ثوم، البعض يحط لها نعناع يابس او نعناع اخضر حسب الرغبه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه مصريه لطيفه وجميله، وفيك تتحكمي فيها سبايسي او مش سبايسي بالفلفل الحار. الحلو بتاعنا النهارده انا بعشقه، مهلبيه. المهلبيه لها تفاصيل كتيره قوي على فكره، تقدر تعملها بالحبان، تعملها بالقرفة، تعملها بجوز الهند، تعملها كمان بالتمر، زي ما انت عايزة. هنعمل المهلبية النهاردة بالقرفة بطريقة لطيفة وجميلة، بما ان احنا محتاجين لحلويات في الشتاء، والقرفة كلنا عارفين ان هي بتدي طاقة وبتساعد على الدفء وخاصة في ايام الشتاء. تفاصيل كتيرة النهاردة في الحلقة بتاعت النهاردة بناء رغبة حضراتكم من خلال السوشيال ميديا ومتابعة السوشيال ميديا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير، زي المغازي ما بيقول دايما، ازاي نشوف مقادير الكبسه على الشاشه بتفاصيل صغيره، تقدري تعملي الاكله اللي نفسك فيها، جوزك حابب ياكلها من ايدك، تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. كبسه بالدجاج، ده المسمى الخليجي بتاعها. كبسه بالفراخ، عندنا فرخه حسب عدد افراد الاسره، معانا رز بسمتي برضو الكميه حسب عدد افراد الاسره. انا اعملها بالخضار، معانا كوسه ومعانا جزر، ده الخضار بتاعنا، انا حابب اضيف لها خضار عشان اعلي من القيمه الغذائيه بتاعتها، ومعاها بطاطس ومعانا بصل وتوم. والبهارات العربيه بتاعتنا، ايه البهارات العربيه بتاعتنا يا عم الشيف؟ وده عنوان الكبسه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. لومي اللي هو الليمون الجاف، معانا ورق لورو اللي هو ورق الغار، معانا الدارسين اللي هي القرفه، معانا المسمار اللي هو القرنفل، معانا الحبهان اللي هو الهيل. دي المسميات العربية للبهارات بتاعة الكبسة أو البرياني أو المندي أو المشخول. دي أكلات كلها عربية لها تراثها ولها عمقها طبعا في كل الدول العربية، اللي بنوجه لهم تحية كبيرة من هنا من شاشة القناة الأولى. أنا هجيب البهارات كده ونشرحها مع السادة الأساتذة المصورين بعد إذن حضراتكم، دي مهمة جدا عشان البهارات دي هي عنوان الكبسة. معانا اللومي اللي هو الليمون الجاف، ده موجود في دول الخليج، في منه الابيض، الابيض ده برضو نفس القصه، بس انا بحب الليمون الاسمر لانه بيدي طعم والفليفر بتاعه حامض شويه، بيدي طعم للكبسه وللرز بالذات. معانا القرنفل اللي هو المسمار، المسميات بتاعته، ومعانا القرنفل القرفه اللي هي الدارسين، والحبان اللي هو الهيل، والورق اللورا، زائد البهارات الثانيه بقى، شويه كمون، شويه كزبره، حسب نوعيه الفراخ او نعملها بالسمك او نعملها باللحم. هناخد الفرخة الحلوة دي كده، الجميلة دي كده، تعالي يا ست الكل، ونقطعها نخليها تكفي أفراد الأسرة كلها. هي دي الشطارة، ده انت بقى شاطرة، وريني تقطعي الفرخة ازاي زي الشيف المغازي بيقطعها كده. أول حاجة نضرب السكينة كده في السلسلة بتاعتها أو في الظهر بتاعها، ونشيل السلسلة اللي بتعمل لنا مشاكل، وجود الدم المتراكم ما بتستويش بسرعة، نبقى قاعدين بناكل الكبسة نلاقي فيها إيه؟ نلاقي فيها عظم ما بين اللحم وبعضه، أنا مش عايز الجو ده. بس دي تترمي؟ لا، انا عايزك بس النهارده، احنا عارف انك انت ممكن تعملي الكبسه احسن مني، بس انا فرصه بنجاوب على اسئله السوشيال ميديا، وفي نفس الوقت كمان بعلمك ازاي تكون اقتصاديه في مطبخك وتستفيدي بكل حاجه. خلي بالك ده مهم جدا، اهم من اي حاجه. عظم الفرخه اللي طلع ده انا مش هرميه، انا هحطه هنا في ميه بتغلي اهيت على النار، واحط معاها شويه جزر وشويه كرفس وشويه بصل وشويه ثوم وقرن فلفل، واخليهم يغلوا على النار. يبقى انا كده ضربت عصفورين بحجر. ايه هو الموضوع؟ ان انا بستفيد بالبوكيه جرنيه بتاعي او بالشوربه بتاعتي، وابعد عن مكسبات الطعم اللي انا مش عارف مصدرها ايه ولا هي بتتعمل من ايه، ويبقى الاكل بتاعي طبيعي. هي دي اكله امي، زمان ما كانش فيه مكسبات طعم،
الطعم بيطلع من بين اصابع ايديها العشرة. فازاي نطلع الطعم ده؟ زي ما الشيف المغازي شغال كده، حل على النار، خدنا العظمه بتاعه الفرخه والسلسله بتاعتها وحطيناها مع بوكيه جرنيه في قلب الحل. هنمسك الفرخه الحلوه دي كده نقطعها ل 10 قطع، ممكن نقطعها ل 12 قطعه. ازاي؟ نضرب السكينه في السلسله كده، كده بقت نصين معانا. حلو قوي. لو هنشويها ممكن في فراخ بتبقى مشويه نص فرخه مع رز بسمتي، ودي مشهور في بعض المطاعم، ممكن نمسكها نفس الطريقه كده، نيجي على الصدر ونيجي على الدبوس الحلو ده كده. شفت المفصل ده كده؟ السكينه ماشيه لوحدها. حلو كده. بقوا كده كام؟ 4. نجيب سكينه كبيره شويه. خلي بالك مسكه السكينه مهمه جدا علشان ايدك ما تتألمش مع وقفتك في المطبخ. شفت القطعه دي؟ خلصت. نيجي هنا نفس الطريقه. حلو قوي كده. كام عملوا؟ كام؟ 3 4 5 6. اللهم صل على النبي. ايه يا شيف مغازي، ايه انت شويه في ايدك تبقى كتير ليه كده؟ اللهم صل على النبي. اهو اهو اهو، تعالى على النص التاني واحنا مع بعض. اهو ناخد كده، نيجي على السلسله كده او على الدبوس ده كده، نطلع بيه كده. اهو انا بعشق ده بقى، سواء اكله كريسبي، اكله مشوي مع باربيكيو صوص، مع جوه الكبسه حاجه لطيفه كده، الموزه بتاعه الفرخ. هنخليها هنا كده ونيجي هنا كمان. شوف السكينه فين؟ نفس القصه. اللهم صل على النبي. الكسروله اتملت فراخ. انا عايزك تبقي زي كده، انا مش بعمل المستحيل، هي كل القصه ان انا بخش المطبخ بحب. انت كمان خش بحب زي ما انا كده بتشتغل. زي الفل. اللهم صل على النبي. كده الفراخ خلصت، هنشيل السكاكين دي ملهاش عوزه عندنا، وتعالوا نتبل الفراخ دي بتتبيله حلوه كده. في نوعين من تتبيله الفراخ، التوابل الخشن اللي احنا شرحناها من البدايه خالص، اللي هي عباره عن لومي وحبان وقرفه وقرنفل، احنا هنحط هنا بهارات الناعمه عشان الانسجه بتاعه الفراخ تشرب من البهارات دي. الكركم اساس الكبسه، الكركم دي عشبه، اما الكاري شبيه له، دي تركيبه من التوابل عشان ما نخلطش بين الاثنين. بس لو حطيتي كاري ما بقتش كبسه. حط فلفل اسود، شويه ملح، ونتبل الفراخ بالتتبيله بتاعتنا الحلوه دي كده. موضوع بسيط خالص، زي الفل. وربنا مبارك في الفراخ، وزي الفل تكفي عيله وجنب العيله وتهدي منها حبايبك واصحابك. شويه زيت حلوين، شويه توم طازه، ونمسك الفراخ يا عم الشيف نقلبها التقليبه الحلوه دي كده. الله. نقف محطه هنا وسمي المحطه دي على التليفون بتاعك كده، محطه الابداع والرؤيه والفن. الفراخ بالطريقه دي ممكن تشويها، تبقى فراخ مشويه مع بطاطا بولنجير او بطاطا مقليه. الفراخ دي ممكن تعملها صينيه بالبطاطس، تبقى صينيه فراخ بالبطاطس. الله عليك يا عم الشيف. الفراخ دي ممكن تعملها كريسبي، تقليها بنفس التتبيله دي، بتغليها غلوه ميه وبعد كده تحطها في التوبنج بتاعها اللي هو البيض والبقسماط، وتبقى لطيفه وجميله. وهكذا من الامثله اللي ممكن انت تبدعي فيها طالما الفرخه متقطعه تحت ايدك بالاشكال دي. طاسه شديده الحراره على النار، بنحط فيها معلقتين من الزيت مع مكعب من الزبده عشان اخد الاحمرار والجمال بتاع الفراخ. حلو قوي. اللهم صل على النبي. ونمسك الفراخ نديها صدمه ناريه. الله. والله فرخ مستغربه يا فاروق يعني. شفت ازاي؟ اللهم صل على النبي. ما تعملش كيلو. زي الفل يا عم الشيف. هنعمل ايه دلوقتي؟ عندنا بصل وعندنا توم، هننتظر على الفراخ دي تاخد الصدمه الناريه، لان مهم جدا احمر الفراخ قبل ما احط لها البصل والتوم اللي انا هتعامل فيه دلوقتي. انا عايز اعملها بالخضار، تقدر تعمليها بالكوسه، بالجزر، بالبطاطس، زي ما انت عايزه. انا جايب شويه خضار معايا، ايه المشكله لما انا ادعم طبق الكبسه ده كده عشان تبقى قيمته الغذائيه عاليه والاولاد يستفيدوا بيها؟ الناس اللي مش بتاكل خضار فرصه تلاقي مع طبق الكبسه شويه خضار حلوين. هنيجي مع بعض كده. اللهم صل على النبي. نقطع البصل بتاعنا ده كده، تقطيعة البصل دي مهمة جدا على فكرة عشان نحافظ على شكل البصل جوه الكبسة.
كريهات، مصطلحات طهويه مالكيش دعوه بيها، يعني مكعبات. اهو اللهم صل على النبي. نفس الطريقه. طعمها مختلفه مش ناعمه. حلو قوي. الرز البسمتي في عمل الكبسه لازم تختار الحبه الطويله البيضه، بلاش الحبه اللي لونها اصفر، مش هتظبط معاك الكبسه، مش هيبقى طعمها حلو. خلي بالك تختاري الحبه البيضه الطويله، وده موجود في اي سوبر ماركت. هنقلب الفراخ دي يا عم الشيف. الله الله، ريحه الفراخ قبل ما تستوي. شايف الفراخ لونها عامل ازاي؟ الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. انا شخصيا بعد ما اطبخ الرز مع الكبسه هاكل الرز واسيب الفراخ. اخد البصل ده كده. الله، هو ده هو ده، شويه بصل حلوين كده من خير ارضنا. البصل الاحمر او الابيض مش مشكله، مش هو ده الموضوع، الاثنين يعني بيأدوا غرض، بس البصل الاحمر دايما في الطبخ بيكون احسن. ولكن لو عايزه تعملي شوربه البصل الفرنسيه تعمليها بالبصل الابيض تبقى لطيفه. تعملي يخره البصل بالطماطم، اكله عربيه مشهوره اسمها المغموره، اللي هي بصل وطماطم على النار. على فكره اكله صحيه من الدرجه الاولى بزيت الزيتون. دي كمان تتعمل بالبصل الابيض تبقى لطيفه وجميله. شفت الفراخ مع البصل، سيبها كده بالشكل ده كده تستوي. التحميره دي مهمه. البهارات العربيه بتاعتنا، القرفه، ورق اللورو، ده عنوان الكبسه. كبسه من غير البهارات دي ما بقتش كبسه. حبهان اللي هو الهيل، دي المسميات بتاعته. قرنفل اللي هو المسمار، والقرنفل ده مفيد جدا وصحي جدا، ممكن نشربه مع الشاي يبقى لطيف. نحط اللومي بتاعنا. الكبسه لو ما فيهاش حبايه لومي سودا كده ما تبقاش كبسه. تركات المغازي، شفت الحبايه اللومي دي كده؟ اهي معلش اهو اهو. لا لا اهو اهو، دي قاسيه شويه. اهو شفت اللومه دي؟ اهو دي مهمه جدا. اهو هو ده، دي التركايه. اهي اللهم صل على النبي، هي دي الكبسه. ليه كسرت حبايه اللومه يا شيف؟ عشان اخد الحموضه بتاعتها بسهوله. نقلب كل ده مع بعضه. دي الكبسه العربيه الاصيله على اصولها. نقلب. بنتسال على السوشيال ميديا، من ضمن الاسئله اللي بنتسالها، الكبسه لونها احمر ولا لونها ابيض، وازاي بقى لونها احمر او لونها ابيض وهكذا، وخاصه الكبسه اللحمه الضاني. وده سؤال مهم جدا، فرصه ان انا اجاوب عليه. الكبسه اللي لونها احمر بتاخد طماطم، الكبسه اللي لونها ابيض ما بتاخدش طماطم. انت ممكن بتحط بهارات، البهارات دي على فكره ممكن تبوظ لك لون الشوربه، تبقى لا بانت حمراء ولا بانت بيضه. ففي الحاله دي بترفعي ايدك من البهارات الناعمه، تستعمل البهارات الخشنة عشان يبقى لون الشوربة معاك رايق، وتطلع حبات الرز بيضة وزي الفل. ده مهم جدا على فكرة. احنا بنروق الدنيا كده، اصبر شوية على الفراخ بتاعتي ما تاخد تحميرة مع البصلة، وتبدأ البصلة تطلع طعمها وجمالها ولونها بالشكل ده كده مع البهارات. اهو على فكرة تقدر تعملها كبسة من غير خضار هنا لو انت حابة. البعض ممكن مش عايز خضار معاها، مفيش مشكلة. طب لو هنعملها بالطماطم يا شيف مغازي، نحط طماطم مضروبه في الخلاط ولا طماطم متقطعه مكعبات؟ اختياري، زي ما انت حابه. ممكن تضربي عصير طماطم في قلب الخلاط وتحطيه، ممكن تقطعي طماطم كريهات مكعبات وتحطيها حسب الرغبه. ولكن الطبق الكبسه لازم على القرن فلفل حار بالشكل ده كده، بيتحط في قلبها سليم. معانا الخضار بتاعنا، انا حابب احط لها شويه خضار للامانه. نحط شويه كوسه، ده الجديد بقى، ده الاضافه بتاعت الشيف. شويه كوسه متقطعين كده، شويه جزر متقطعين كده، ده اختياري. انا بعشق البطاطس اللي بتبقى جوه الكبسه، وبعشق الخضار كله اللي بيبقى جوه الكبسه، وخاصه لو واخد من طعم الفراخ وطعم الرز. ننزل بالبطاطس دي كده. الخبره الطهويه بتقول ايه؟ ما ينفعش اجيب ميه ساقعه من الحنفيه واحطها دلوقتي كده، انا ببوظ اللي انا بعمله. اقوم اعمل ايه يا شيف مغازي؟ معايا حله على ايدي اليمين، نبص عليها كده، فيها بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس بدانا بيها الحلقه. معايا السلسله بتاعه الفرخه وظهر الفرخه
العظم بتاع الفرخه حط جواها، عندك شويه عظم طلعيهم، ده الطعم اهو زي الفل. بنبدا نحط، شفت الحله اتملت ازاي؟ دي بركه والله العظيم، اللي بيحصل في الحله دي بركه. سمي بسم الله وخش واشتغل زي الشيف المغازي، دي البركه. ما تقوليش ده كتير، ها هي فرخه اهو. ناخد الشوربه بتاعتنا اهو اهو، اللهم صل على النبي اهو 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 اهو. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اهو بس خلاص، نغطيها نغطيها ونسيب الفراخ تستوي والخضار يستوي وطعم الفراخ مع طعم البهارات العربية. آخر حاجة بننزل بها الرز. عينيا آه، شفتوا الحلاوة يا شباب؟ إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ آه، زي ما قال المغازي، مش الكتاب، الكتاب مش هتلاقي فيه الكلام ده خالص، إحنا خارج المكرر. خلينا نغطي الكبسة بتاعتنا اللطيفة الحلوة دي كده بالطعم العربي الأصيل. بس تصلى على الحبيب قلبك يطيب. نفتح، قول افتح يا سمسم، افتح يا سمسم، هو ده. شفت الكبسة؟ هي دي اه، اللهم صل على النبي. الفراخ مع الخضار مع البصل مع الطعم الخليجي بيتكلم مصري. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ خبره طهويه في قلب الحله. شفت الجمال؟ شويه الشوربه دول هنا حكايه، شويه الرز بقى يشرب من الشوربه دي. خلونا ننزل بالرز عشان نكسب وقت، عشان ناكل من الكبسه دي. الرز ينزل كده يا سلام، الرز نازل مبسوط ليه؟ عارف ان احنا مهيئين له الجو، شويه شوربه حلوين، فرخه متقطعه نضيف كويس، متبله كويس، خدت صدمه ناريه. وارفع ايدك وقلبي. انا مش عايزين نزود ميه تاني للامانه، ولو زودنا هنزود من البوكيه جرنيل اللي عندنا، بس عشان الطعم ما يفصلش مني احنا ظابطين الطعم بالتوابل بالملح بكل حاجه. الشطاره في انك انت بقى في الكبسه تحط الرز المضمون. وليه سموها كبسه؟ علشان اللحمه والفراخ بيتكبس جوه الرز. لسه عايزه كمان ننزل شويه. دي الشطاره هنا بقى، انت بتضربي المعلقه بتشوفي ايه نسبه وتناسب كده كميه الرز مع الخضار. ما انا قلت لحضراتكم الكبسه دي بعد ما تستوي يعني ناكل الرز ونسيب الفراخ للضيوف، لان الرز هيكون خد خير الشوربه وطعم الخضار والجمال ده كده. خلاص كفايه، هنغطيها ونسيبها على النار يا عم الشيف تنسجم كلها مع بعضيها. وكده عملنا الكبسه بمدرسه المغازي بالطعم العربي الاصيل والتوابل العربيه، عنوان المطبخ العربي. ايه التوابل تاني؟ عد على اصابع ايدك الخمسه كده، اللومي اللي هو الليمون الجاف ده، قرفه اللي هي الدارسين ده، الحبهان اللي هو ده، القرنفل اللي هو المسمار مش عارف راح فين، ورق اللورا، وطبعا زائد البهارات الناعمه ملح وفلفل. حلوه قوي، هنغطيها عينيا. دي لازم تتغطى يا اخوانا علشان تستوي. تمام. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحب ده وايه الجمال ده وايه انك تخش المطبخ بحب تعملي اكله كلتيها في احدى الدول العربيه بالطعم والجمال ده؟ ده التفاصيل اخواننا اللي بيسالوا على السوشيال ميديا. دي الكبسه، دي الكبسه. عايز تعملها باللحمه الضاني؟ استبدلي الفراخ باللحمه الضاني، هي نفسها، خلي بالك. بس في الحاله دي للامانه لو هتعمليها بلحمه ضاني الضاني زفر شويه. طب اتخلص من الزفاره ازاي يا مغازي؟ هتحط قرفة ناعمة واللحم بيستوي على النار غير القرفة السليمة. تاني المعلومة دي، هتحط قرفة ناعمة للحم غير القرفة السليمة اللي هي الدارسين يعني. حلو الكلام؟ لازم احنا كعائلة نقعد على الطبلية كلنا ونستمتع بيها، خلي بالك. ايه الحلاوة دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده يا غالي؟ من تحت زي فوق، حباية الرز واحدة. شفت الفراخ؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ أنا بعشق بقى لما الكبسة دي تتعمل لي في البيت للأمانة، بعشق البطاطس والخضار اللي في الرز، ما باكلش الفراخ للأمانة. ليه بقى يا شيف؟ لأن الرز والخضار واخدين من طعم الفراخ، فبستمتع أنا بالإيه؟ بالخضروات الجميلة الحلوة، وخاصة البطاطس بيبقى طعمها رهيب.
رهيب والله رهيب. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ والارض الفلفل الحار ده خليه سليم كده على وش الكبسه اذا جوزك بيحب الحار عشان ما تظلميش بقيه افراد الاسره. اه مش هاجي بقى جايبه شويه شطه وحطاهم في قلب الكبسه كاني بقول لحد ما تاكلش من الكبسه دي، ما ينفعش. السرفيزه اتملى دي نعمه، باينه كتيره في الطبق دي نعمه، دي بركه، سمي بسم الله. اهو اهو نشيل ده كده زي الفل، وتعالوا نجرنش الطبق بتاعنا وعنوان الكبسه البهارات العربيه، سواء بتغرفيها زي انا بغرفها كده، لازم حبايه اللوم تتحط كده اهو بالشكل ده كده. دوري في الكتب ودوري في المدارس ودوري في الجامعات وشوف الكبسه بالطريقه دي، حلو الكلام. تعالوا نعمل السلطه الجميله الحلوه اللي هي عدل الكبسه دي. طب في حاجه غير السلطه دي يا شيف نقدر ناكلها مع الكبسه اللي مش عايز طماطم حاره ممكن فتوش، ممكن طبق تبوله، ممكن السلطه البلدي بتاعتنا الجميله، بصل اخضر وطماطم وجرجير وفجل، كل ده ممكن يتحط فيها. سلطه خضراء كده بتتقطع كلها كرهات صغيره تبقى لطيفه وحلوه. ولكن خلونا طالما بنعمل اكله من المطبخ العربي الاصيل، مع تحية كبيرة لكل الدول العربية من قلب مزبيرو، لازم طبعا تعملي الحاجة التابعة ليها زي ما قال المغازي. أنا ضد زي ما قال الكتاب دي، الكتاب دي خلاص كان زمان، دلوقتي فيه إبداع طهوي وفن طهوي ورؤية طهوية للأكلة وإحنا بنشتري مقاديرها. حلقتنا النهاردة بساطة سهولة مرونة. تقدري تخش المطبخ اللي أنت حباه وأنت واثقة من نفسك، زي ما قالت الست أم كلثوم واثق الخطوة يمشي ملكا. هتعملي الكبسه، هتعملي اي اكله انت نفسك فيها، لان معاك شيف شاطر بتتابعيه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضاء المصريه من مزبيرو. We'll be right back.